سنكون معكم في هذا الفيديو. ألوغ غنجاوبو في هذا الفيديو على التمرين التالي اللي يكون أ عنصر من إن. أكتب العدد أ عامل أ زائد جوج زائد واحد على شكل إكس كاري بحيث إكس هتصبح طبيعي. نقول في هذه الحالة أن العدد أ عامل أ زائد جوج زائد واحد مربع كامل. لو شنو معنى مربع كامل؟ كنقولو أن عدد صحيح طبيعي إن مربع كامل إذا فقط إذا وجد إكس هذا صحيح طبيعي آخر بحيث x او كاري كتساوي n. مثلا غادي نقول لك انه 16 مربع كامل لانه يوجد 4 عدد صحيح طبيعي بحيث دشتين 4 او كاري يعطيني 16. اوكي 36 مربع كامل لانه يوجد 6 كتساوي الان بحيث 6 كاري كتساوي 36 مثلا 25 مربع كامل لأنه يوجد 5 كتنتمي الآن 5 عدد صحيح طبيعي بحيث 5 كاري كتساوي 25 وهكذا. وهذا هو مربع كامل. ولا شنو قال لنا دابا؟ قال لك يكون السؤال يكون أنا أكتب العدد أ أ زائد جوج زائد واحد على شكل إكس كاري. أوكي شوف دابا نشوفو واش غادي نكتبو على هاد الشكل، واش هذاك مربع كامل أو لا. يعني على شكل إكسالي بيقولنا بحيت إكس تساوي 79 بيقولنا واش مربع كامل. يعني الكتابة التالية يعني أ عامل أ زائد جوج زائد واحد واش هذا مربع كامل أو لا. لو غادي نشوفو لو شنو أ عامل أ زائد زائد جوج زائد واحد شغادي تساوي كنشر أ أو كاري زائد 2 أ زائد واحد. وفاش غادي نشرح شوية لأن هذه فهي متطابقة هامة اللي هي أ زائد واحد الكل أو كاري هي أ زائد واحد الكل أو كاري. ألوغ شنو عندي في المطايات؟ عندي أن أ عنصر من إن، يعني أ عدد صحيح طبيعي. أ عدد صحيح طبيعي و زائد زد عليه واحد فيبقى عدد صحيح طبيعي، ومنه إن هذا كله هو إكس ديالي عدد صحيح طبيعي، ومنه فإن أ أ زائد جوج عامل أ زائد جوج زائد واحد كتساوي إكس أو كاري بحيث إكس كتساوي أ زائد واحد و إكس كتنتمي الآن. فوالا يعني أ زائد واحد كتنتمي الآن. وهنا نقدر نكتبو على شكل أ العدد أ عامل أ زائد جوج زائد واحد نقدر نكتبو على شكل واحد العدد صحيح طبيعي اللي هو أ زائد واحد اللي هو إكس أو كاري، وبالتالي فإنه مربع كامل. قد نقول هذا العدد مربع كامل. نمشي نشوفو السؤال الثاني. ليكون n عنصر من n بين أن n زائد n أو كاري زائد n زائد واحد عامل n أو كاري زائد n زائد ثلاثة زائد واحد مربع كامل. أوكي شوفوا واش غادي يعطينا هذا الشيء. كتبو ديك الكتابة بعدا. ثانيا راه غنبين أنو n أو كاري زائد n زائد واحد عامل n أو كاري زائد n زائد ثلاثة زائد واحد واش مربع كامل. واش غادي نكتبو على شكل واحد العدد x صحيح طبيعي أو كاري. أنو اللي نقدر نلاحظ هنا هو أن هاد الكتابة نكتبها على شكل n أو كاري زائد n زائد واحد عامل ل n أو كاري زائد n زائد واحد زائد جوج زائد واحد. يعني شوش عندي هنايا؟ غير شتيت هاد ثلاثة وقسمتها لزائد واحد بوحدها وزائد جوج بوحدها. يعني علاش درت هاد التقسيم أنا؟ باش نشوف وشوف التشابه ما بين هذه الكتابة وهاد الكتابة اللي عندي هنايا، ما بين هنا وهنايا. لاحظوا معايا مزيان، فإنها هو زائد واحد هاي زائد واحد وها زائد جوج اللي داخل القوس. وشنو عندي هنايا؟ يعني هنا عندي أ هي إن أو كاري زائد إن زائد واحد هي أ. يعني هذه هي أ، هذه هي أ زائد جوج وزائد واحد. فوالا هاد إذا كانت هاد الكتابة كتشابه لهذه، شنو توصلت هنايا؟ بأن هذه كتساوي أ زائد واحد الكل أو كاري. يعني من هنا شتساوي لي هذه يا فين هي أ؟ يا إن أو كاري زائد إن زائد واحد كتساوي يا إن أو كاري زائد إن زائد واحد زائد واحد الكل أو كاري. اللي هي
ان او كاري زائد ان زائد جوج ال الكل او كاري. طبيعة الحال هذا العدد ان هذا صحيح طبيعي، او كاري هذا صحيح طبيعي، زائد ان هذا صحيح طبيعي، زائد جوج كل العدد هذا صحيح طبيعي، يعني هذا كامل فهو كينجمي الان، لانه هو منه قدرت نكتب. نقدر نقول وبما ان ان او كاري زائد ان زائد جوج عدد صحيح طبيعي، بغيت نكتب هذه الكتابة كاملة من شكل واحد العدد صحيح طبيعي او كاري، فإن هذا مربع كامل، فإن ان او كاري زائد ان زائد واحد عامل ان او كاري زائد ان زائد ثلاثة زائد واحد مربع كامل، لأن بغيت نكتب على شكل حد العدد صحيح طبيعي. أو هذا إن أوكار زائد إن زائد جوج الكل أوكار. مستعملش طبيعة الحل. السؤال الأول هنايا باش توصل لهاد الكتاب. السؤال التالت شنو قال ليا أو لا باء. السؤال التاني بين العدد إن، إن زائد واحد، إن زائد جوج، إن زائد ثلاثة، زائد واحد مربع كامل. إن أعمل إن زائد واحد، أعمل إن زائد جوج، إن زائد ثلاثة، زائد واحد، واش مربع كامل ولا لا؟ هاد الكتاب نقدر نكتب على هذا الشكل مثلا، نجيب ناخذ ان عامل ان زائد ثلاثة، ان زائد جوج عامل، ولا ان زائد واحد عامل ان زائد جوج. هادشي مش كل واحد نحضر بعدا شنو تاني خدمتو. دونك غادي شنو وصلتيني، غادي نشرح ان زائد ثلاثة، ان وكاري زائد ثلاثة ان، ونشر هادي هي ان وكاري زائد اثنان ان زائد ان زائد اثنان زائد واحد اللي غتساوي هي ان وكاري زائد ثلاثة ان عامل، ولا جدا ان وكاري زائد ثلاثة ان زائد جوج زائد واحد. الو هنايا باش نخدم بالسؤال الاول ديالي، نلاحظ انه هذه هي ا ياك على العدد صحيح طبيعي، وهذه ما هي ان زائد جوج زائد واحد. هي ان ا عامل ل أ زائد جوج زائد واحد. يعني شنو غادي في هاد الحالة شنو نقدر نكتب على شكل أ زائد واحد الكل أوكاري، اللي غتساوي ليا فين هي أ، هي إن أوكاري زائد ثلاثة إن هي أ زائد واحد الكل أوكاري، اللي غتساوي ليا هي إن كاري زائد ثلاثة ان زائد واحد الكل اوكاري. وبما ان هذا فهو عدد كينتمي لان، لان اوكاري زائد ثلاثة ان زائد واحد عدد صحيح طبيعي، فان هذا العدد ان، ان زائد واحد، ان زائد عامل ان زائد جوج عامل ان زائد ثلاثة زائد واحد، هو مربع كامل لانه يشبه شكل واحد العدد صحيح طبيعي اللي هو هذا اوكاري. فان ان زائد واحد، ان زائد جوج، ان زائد ثلاثة، زائد واحد مربع كامل.